Okay. Fill in the blank. Where are you blank? Okay. أكمل الفراغ. إذن where are you from? Okay. Where are you from? Okay. Where are you from? فرد عليه قال له I am from مثلا England, Japan, any place of in the world. أي مكان في العالم. طيب number two رقم اثنين. إيش يقول رقم اثنين؟ ها شوفوا السؤال رقم اثنين. فراغ أو blank you from the USA. الآن يسأل هل يعقل إني أقول where you from the USA؟ لا. نقول are لأن ال are تأتي مع you. Are you from the USA؟ هل أنت من ال USA؟ رد عليه قال له yes I am from أو no no عدل عليه no I am from Miami. لا أنا ماني من USA أنا من Miami. طيب شوفوا number three. Let's see number three. Are you from blank؟ ها فراغ. Fill in the blank. عبوا الفراغ. ها. Are you from blank؟ جدلا أي منطقة؟ طيب مثلا قلنا Are you from Saudi Arabia؟ هل أنت من السعودية؟ قال له No. لا. I am from مثلا Japan. أنا من اليابان. إذن I am أو I am وبعدين from وبعدين المنطقة. جميل؟ طيب الأخيرة number four قال له blank blank you from. إذن نبدأ ب where are you from. من أين أنت؟ أحسنت. Where are you from؟ Where مثل ما ترون هنا where where بعدين are you from. Okay. بعدين قال له I'm from كذا كذا ذكر له المنطقة. طيب ننتقل الآن للجزئية اللي بعدها. خلونا الآن نحاول نتدرب. إذا سألتكم سؤال الآن أنتم حاولوا تجاوبون مع أنفسكم الآن السؤال اللي بقوله وشيكوا هل جبتوها صح أو لا. فهنا يقول answer these questions. Okay. أجيبوا على هذه الأسئلة. Where are you from؟ يلا كل واحد يجاوب الآن مع نفسه. لو سألك أحد تخيل الموقف. Where are you from؟ أحسنتم. I am from كذا كذا. I am from كذا كذا. خلاص. السؤال اللي بعده. لو شخص متوقع إنك من منطقة معينة مثلاً يظن إنك من الـ USA اللي هي United States of America. اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية فقال لك Are you from the USA؟ هل أنت من الـ USA؟ وما هو متأكد فترد عليه تقول له No I'm from Saudi Arabia. أنا لا أنا من السعودية. Number three يلا تخيلوا السؤال هذا جاكم فسأل قال Are you from Saudi Arabia؟ هل أنت من السعودية؟ فويش ترد عليه تقول له yes I am. Yes I am. خلاص. طيب بالنسبة للسؤال عن المكان. السؤال عن المكان إذا مكانك أنت where are you from. طيب إذا السؤال عن منطقة المنطقة تبعك مش مكانك منطقتك. فمثلا قلت I am from Saudi Arabia. أنا سألتك قلت لك where are you from وانت قلت I am from Saudi Arabia. فأجي أسأل where is it فين السعودية مثلا أو قلت لي منطقة مثلا معينة في العالم غير السعودية فأقول لك where is it أين هي where is it. خلاص لاحظوا في السؤال دائما is it تأتي is تأتي قبل it ما هو مثل المعتاد it is it is لا is it دائما في السؤال تلاحظون التركيب يجي بالعكس. فمثلا أقول you are a good man أنت رجل جيد. طيب لو بسأل بقول هل أنت رجل جيد ما أقول you are أقول are you. فنفس الشيء هنا أتت بالعكس. ف where is it سؤال عن المنطقة أين هي. فهنا طلب منا يقول match the countries with the photos. خلاص وصل الدول بالصور عندنا مجموعة صور ونحتاج نوصلها بالدول المناسبة. يعني مثلا هذه الصورة إيش تتخيلون فين؟ اللي هي الصورة الأولى فين تتخيلون؟
the first picture, أول صورة. فين تتوقعون أول صورة؟ طيب إذا أنت تتوقع what do you think فين اللي هو الصورة الأولى، فإذا أنت تتوقع تقول I think خلاص. فمثلا هذه الصورة أنا ماني متأكد منها فأظن إنها England مثلا فأقول I think وبعدين it is خلاص، ما هو is it، it is أو اختصرها مثل ما تشوفوا الآن هنا it's I think it's China. فلو قلت كذا بقول لك خطأ، هذه England خلاص. فما عندك مشكلة لو بدأت ب I think لأنك ما أنت متأكد I think it's China. فخلاص الآن نختار England. أحسنت England. I think it's England. فأقول لك yes you are right، أنت صح. طيب B، خلونا نشوف B. We see a man riding a horse. Okay, in this picture. فنقول where is this or where is it? Where is it? Okay, this picture. Where is it? Huh? Where is it? What do you think, guys? الآن عندنا مجموعة مناطق. جميل. ونحاول نعرف الpicture where is it، أين هي؟ okay لازم نعرف. فهنا سألتكم عن الأولى قلنا I think it's China، قلت لك no it is England، هي England. okay خلاص شفتوا بقية الصور، شفتوا بقية الصور. الآن بسألكم where is it على الأولى وجايبوني في الشات. Where is it الأولى، يلا بسرعة. What do you think، ماذا تظن؟ Where is it؟ أها. Where is it؟ طيب الثانية Where is it، الصورة الثانية Where is it؟ جاوبوا مع أنفسكم، تقول I think it's خلاص. إذا جيت تجاوب وأنت ما أنت متأكد تقول I think أنا أتوقع أنها كذا كذا. I think it's وجاوب. إذا the second picture، the second picture where is it، the second picture where is it، ها B. فعندكم في المربع فوق I think it's Saudi Arabia، لا مو معقولة هذه المنطقة في Saudi Arabia. England، England قلنا هذه الأولى. طيب the USA، okay the USA، it is the USA. طيب number C أو الصورة رقم C أو الصورة C، where is it، صورة C where is it، what do you think؟ فها ما أنت متأكد تقول I think، فمثلا تقول أظن إنها الولايات المتحدة فتقول I think it's the USA. أحسنتم. I think it's the USA. طيب D، ها إيش تتوقعوا D؟ صورة D. Where is it؟ أعيد وأكرر السؤال، هو نفس السؤال بالأعلى. Where is it؟ صورة D. ها إيش نقول؟ I think إيش؟ It's the USA برضو. I think it's the USA. I think it's the USA. طيب إذا أنت متأكد نجي الآن، ما في شك إن الصورة E في السعودية وعندنا في المربع بالأعلى Saudi Arabia. okay فهنا وش قال؟ Where is it السؤال. طيب إيش إجابتكم؟ تقول I think it's Saudi Arabia ولا على طول تقول it's Saudi Arabia؟ مباشرة تقول it's Saudi Arabia، هي السعودية خلاص. طيب اللي بعدها تتوقعوا في السعودية في بحر؟ لا. طيب تأكدنا إنها الصين، الصورة F. إذن نقول it's China. okay it's China. طيب
الآن جينا لهذه الصورة G. هل ممكن أقول عنها I think المعلم هذا وين شفته؟ في السعودية. إذا أنت متأكد don't say I think، لا تقول I think. It's Saudi Arabia. خلاص؟ It's the kingdom of Saudi Arabia. هي المملكة العربية السعودية. طيب what about the last picture؟ ماذا عن آخر صورة؟ What about the last picture؟ ها؟ H صورة H. It's China. Okay. واضح من شكل البيوت China. Okay. It's China. It's China. It is China أو it's China إذا تختصر. طيب الخلاصة من هذا التمرين إنه إذا أنت منت متأكد وتبغى تقول أظن أتوقع تقول I think وبعدين it's China مثلاً. أنا أظن إنها الصين أو I think it's England. أنا أظن إنها England. لكن لو إنك متأكد مثلاً الصورة رقم G، الصورة G اللي فيها البرج الفيصلية، فتقول إيش؟ It's Saudi Arabia باختصار. جميل؟ طيب ننتقل الآن للي بعده، الجزئية اللي بعده، التمرين اللي بعده، وركزوا معايا وحاولوا تطبقون الآن الشيء اللي تعلمناه، وراح نتكلم عن الجرامر. هنا قال it's، هذا في حال الإجابة، وهنا where is، هذا في حال السؤال. جميل؟ طيب هنا جايب لنا مجموعة مناطق الآن شايفينها قدامنا، أوكسفورد، ميامي، okay. أوكسفورد، ميامي، وبيجين، هذه موجودة وين؟ وجدة، جدة. ما أقول I think it's in Saudi Arabia، لا it is in Saudi Arabia. طيب فهنا قال where are these cities، فين هذه المدن؟ city مدينة، cities مدن، okay. where are these cities، فبدأنا الآن بأوكسفورد، فسألتك سؤال هنا في اليمين مثلا، قلت لك where is Oxford أو short form الشكل القصير where's Oxford، okay where's Oxford، where's Oxford، تجاوب تقول it's، اختصار من it is، it's in England، it's in England، it's in England. طيب سألتك سؤال آخر، قلت لك هنا فيما يتعلق بالميامي where is Miami أو where's Miami، فتجاوبني تقول إيش؟ it's in، وتجيب منطقتها. خلاص، وإذا ما أنت متأكد تقول I think it's in the USA مثلا. خلاص، وإذا ما تعرف مرة، شوفوا هنا الإجابة، إذا مرة ما تعرف تقول I don't know، I don't know، I don't know. okay. شوفوا هنا وش قال، London is in England، والشورت فورم اختصرنا London's in England. okay. طيب في اليسار هنا برضو الشورت فورم إيش يقول؟ Where is London في حال السؤال؟ طيب Where is London؟ طيب اختصرناها short form Where is London؟ Where is London؟ Okay هذا short form. طيب نجي للأخيرة، قال لك It is in England، هي في إنجلترا. طيب الاختصار It's in England. اللي جالس يكتب على الشات الله يرضى عليك، حاول ما نتشتت، حاول إذا بتكتب اكتب معي في الأشياء اللي أعلم عليها. It is in England، هي في إنجلترا، اختصرناها بدل ما أقول it is short form it's in England. مثل ما أنتم شايفين الآن هنا بين القوسين، وضح لك كيف تختصر ال is، فقط تحط apostrophe الفاصلة الفوقية هذه اللي فوق، وبعدين ال s بدون I، بدل ما تقول it is it's، خلاص it's in England. okay. الله يعطيكم العافية. طيب ننتقل لآخر جزئية، وبعدها نتيح لكم 10 دقائق أو 5 دقائق للأسئلة، إذا عندكم أسئلة يصير أنا أتابع معكم الشات. طيب هنا الفوكابولري مهم في بناء اللغة، when you want to improve your English، إذا أردت أن تنمي لغتك الإنجليزية you have to learn new words، لازم تتعلم new words، كلمات جديدة. You have to learn new words، لازم تتعلم كلمات جديدة. okay. فعندنا هنا big
small. هذه صفتين مهمة لوصف حجم الشيء. Big كبير و small صغير مثل ما أنتم تعرفون. فهنا قال لك talk about the picture. Talk about the picture. تكلم عن الصورة. تكلم عن الصورة. Talk about the picture. طيب. فهنا مثلا A, الhouse A. Okay. الhouse A. قال لي talk about this house. تحدث عن هذا الhouse. فأنت تبغى تقول هذا البيت كبير. Okay. فتقول إيش؟ This house is big. أو تقول إنه كبير. It's big. Okay. It's big. شايفين هنا؟ فأول ما بدأنا بالوصف أول شيء أقول إنه بيت. It's a house. It's a house. وبعدين وصف الحجم. It's big. أو B مثل ما أنتم شايفين. It's small. It's small. Okay. في B. إذن أول ما أبدأ بالوصف أصف الشيء أقول It's a house. إنه بيت. It's big. إنه كبير. وإذا كان البيت صغير أقول It's small. It's small. Okay. طيب. نفس الشيء هنا ملاحظين أنتم. إذا أردت أن أدمج مثل ما أنتم شايفين بقول مباشرة إنه بيت كبير. خلاص هنا بدون الصفة أقول It's a house. إنه بيت. و It's big. إنه كبير. أما إذا أردت أن أدمج إنه بيت وإنه كبير في جملة واحدة أقول It's a big house. والصفة تسبق الموصوف. Okay. The adjective should come before the noun. Okay. الصفة لازم تيجي قبل الاسم. The adjective big, صفة big, should come before the noun. النون اللي هو الاسم. Okay. Big house. بيت كبير. It's a big house. إنه بيت كبير. It's a big house. طيب. الآن بشكل سريع جدا قبل نأخذ الأسئلة منكم نرجع للي أخذناه ونستعرضه بشكل سريع جدا حتى تتذكرونه وما تنسونه. أول ما بدأنا كيف تقدم نفسك وتعرف بنفسك للغير، فبدأنا بهلو اللي هو افتتاح الميتينج أو in the beginning of a meeting. وهلو هنا قال hi I'm Carlos، وهنا رد عليه قال له hello my name's كذا كذا كذا. وتعلمنا برضو كيف تبدأ أنت بالتعريف بنفسك I'm فلان فلان فلان، وبعدين what's your name ما اسمك. فهنا قالت I'm Sarah what's your name فإلى آخره. ولا ننسى كذلك الفول فورم اللي هو الشكل الكامل والشكل الطويل، والشورت فورم خلاص اللي هو المختصر. فعندنا هنا اللونج فورم اللي هو I am Sarah، هنا اختصرنا I am Sarah. ونفس الشيء في what is تصبح هنا في اليمين what's your name بدلا من what is. ولاحظوا هنا عندنا محادثة مثل ما ذكر لكم إن بدأنا بhello if you start with hello or with hi no problem. فهنا قال hello I am Louis what's your name. شوف لاحظوا هنا بالshort form رد عليه قال له I am Ali. فرد عليه قال hi Ali أهلا يا علي nice to meet you. ذكر لكم العبارات المتكررة the repetitive phrases you have to memorize them لازم تتذكرهم وتحفظهم. دخلنا بعدين على القاعدة فحاولنا قدر المستطاع نفهم كيف الفرق بين اللي هو السؤال على أداة الاستفهام اللي هي where، وإذا ما كان في where حاولنا نكون السؤال بطريقة أخرى ب are. Okay are. فمثلا لو ما عندنا where فنقول are you from England، هل أنت من England، فبدأنا ب are فأصبحت هل. Okay. أما أداة الاستفهام بشكل مباشر where من أين أنت where are you from where are you from. Okay. ولا ننسى كذلك في السؤال نبدأ ب are. Okay. Are. أما في الإجابة لا نبدأ بال are. Okay. لا نبدأ بال are. Okay. طيب الدورة كم يوم؟ طيب هذه كل التساؤلات حنتطرق لها الحين في الشات أو مع خدمة العملاء بإذن الله موجودين معاكم في الجروبات. خلوني أكمل المراجعة الآن. طيب هنا يقول لك Where are you from? I'm from كذا كذا كذا.
فأنا أشوف الأفضل نعتمد الشورت فورم الشكل المختصر بدل ما أقول I am from لا I'm from okay I'm from. طيب إذا هو قال Are you from England وهو خطأ تقول له No لا I'm from وبعدين تعطيه اسم المنطقة تقول I'm from وتعطيه اسم المنطقة. طيب نختم الآن بال I think إذا أنت ما أنت متأكد مثلاً سألك واحد where is it أين هي هذه الصورة مثلاً فين فإذا ما أنت متأكد تقول I think it's وبعدين المنطقة I think it's China أظن أنها الصين خلاص فإذا هو خطأ تقول له no it's England مثلاً إذا أنت متأكد ما تقول I think على طول it is أو it's Saudi Arabia مثلاً خلاص وانتهينا بكون الصفة تسبق الموصوف مثلا بيت كبير ما تقول house big لا تقول big house فعندنا هنا الجملتين it's a house إنه بيت it's big إنه كبير طيب كيف أخليها في جملة واحدة it's a big house okay إنه بيت كبير it's a big house والله يعطيكم العافية